أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من الموسم الثاني من برنامج تعلم اللغة الصينية، ومعاكم النهاردة ياسمين الديب، كل يوم حلقة جديدة هنتعلم فيهم حاجة جديدة عن اللغة الصينية، النهاردة الدرس بتاعنا اسمه و بينغلا، معناها أنا عيان. هنشوف النهارده مع بعض كلمات كتير جدا مختلفة ان لما حد يكون عيان وعايز يعبر هو حاسس بايه نقدر نستخدمها، وبعد كده نقدر ان احنا نوظف الكلمات دي بشكل صحيح وبشكل سليم في العبارات والجمل، وبعد كده هنقدر ان احنا ندرس مع بعض النقاط اللغوية، يلا بينا نبدا. زي ما قلنا مع بعض الدرس بتاعنا النهارده اسمه هوبينغ لا، لا، و انا بين يعني مرض او يعيان وبعد كده و بين معناها انا مريض انا عيان تعالوا نبدا مع بعض دلوقتي واحده واحده الكلمات الجديده اول حاجه هنشوفها مع بعض هي كلمه بين ونشوف الرمز بتاعه كلمه بين معناها ايه معناها يمرض او معناها مرض ممكن لو جاتلي بمعنى مرض ممكن اسال حد انت عيان عندك ايه ني يو شما بين ني يو شما بين ايه هو العيا او ايه هو المرض اللي عندك لكن لما حد يقولك لك لا معناها انا عيان فبالتالي لازم نعرف ان كلمه بين بتيجي بمعنى يمرض او مرض تيجي في هيئه اسم وممكن تيجي في هيئه فعل نكمل مع بعض ونشوف الكلمه اللي بعدها جماو جماو كلمه جاء خدناها مع بعض قبل كده ان هي معناها يشعر وماو لوحدها بمعنى خطر ولكن هنا كلمه جاء جايه بمعنى عدوى وماو جايه بمعنى خطر كلمه ماو على بعضها معناها حد يجيله برد ممكن لوحديها تيجي في هيئه اسم وتتوظف بجمله بطريقه تانية فتيجي بمعنى انفلونزا يبقى كلمه وجع مع الله معناها انا اصبت بنزله برد او انا عندي برد عندي بعد كده كلمه مهمه جدا وهي كلمه تحو تهن كلمه تهن لوحديها معناها الم وجع اما تو معناها الراس لما اقول تحو تهن معناها دماغي او راسي بتوجعني معناها ان حد عنده صداع يبقى انا دلوقتي لو عايزه اعبر عن اي حته في جسمي بتوجعني كل اللي عليا بجيب الحته دي بالظبط او العضو نفسه في جسمي وبحطه قبل كلمه خان على سبيل المثال ممكن اقول شاو تخان يبقى شاو تخان معناها ايدي بتوجعني عايزه اقول رجلي بتوجعني هستخدم كلمه تواي فهقول تواي تخان عايزه اقول مثلا ان كلمه ظهري يبقى باي تخان على حسب انهي حته في جسمي بالظبط بتوجعني هقولها وبعد كده هقول كلمه هان تيجي هنا بتعبر ان انت الحته دي او المنطقه دي بالذات هي اللي بتوجعك نيجي بعد كده كلمه هوت هان ممكن اقول لك هوت هان لا معناها انا مصدع ولكن كلمة حوت معناها إن ممكن حاجة دي بتضايقني ممكن أقول بكل سهولة شيتيا أو جغة شيتيا رن رن حوت معناها إن الموضوع ده أو الشيء ده بيخلي الناس تتضايق أو بيخلي الناس تصدع معناها إن تحوت هنا ممكن تجيلي بمعنى تاني خالص غير صداع معناها إن الشيء ده مجهد أو الشيء ده مرهق بالنسبة للناس عندي بعد كده كلمة اسمها فاشاو 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 كلمة فا شاو في اللغة الصينية معناها يصب الحمى كلمة يصب الحمى معناها لما حد درجة حرارته تعلى ويسخن بنبدأ إن إحنا نستخدمها ممكن أقول لك هو النهاردة مش هيقدر يجي المحاضرة ليه؟ لأن هو عنده سخونية أو هو سخنة فبالتالي مش هيقدر يحضر معانا المحاضرة النهاردة نكمل مع بعض ونشوف الكلمة اللي بعديها وهي كلمة مهمة جدا اسمها كسو 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 معناها الكحة السعال ممكن اقول بكل سهولة ها كسو ده هنلي حا يعني الكحة بتاعته وحشة او كحة جديدة نفس الكلمة اللي احنا بنقولها دي الصينيين بيبدأوا يطبقوها اللي هي كسو ده هنلي حا وهندرس مع بعض كلمة لي حا في الحلقات اللي بعد كده نيجي بعد كده الكلمة مهمة قوي كلمة تيان 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 كلمة تيان لوحدها معناها أمام أو قبل. أما كلمة تيان معناها يوم. ممكن عن طريق كلمة تيان بس أقدر أكون كلمات كتير جدا درسناها مع بعض. ممكن أقول بكل سهولة أول إمبارح تيان تيان أول أمس. عايز أقول طب إمبارح أمس هتبقى صوات تيان. عايز أقول النهاردة هتبقى دين تيان. وكلمة دين لوحدها معناها الحالي. فلما أقول دين تيان اليوم الحالي معناها النهاردة. عايز أقول بعد كده بكرة تبقى ميون تيان. وعرفنا إن كلمة ميون لوحدها معناها مشرق متكونه من رموز الشمس والقمر فلما اقول لك مين تيان اليوم اللي بيكون فيه شمس جديده وقمر جديد معناها ان هي يوم مشرق معناها غدا اقول بعد كده بعد بكره فتبقى عندي كلمه خو تيان. لو نفتكر كده مع بعض احنا خدنا قبل كده رمز بمعنى يغير اللي هو جع في كلمه الصينيين بيستخدموها اسمها جع تيان جعي تيان هنا مش معناها يغير يوم ولكن معناها ان احنا في وقت لاحق هنعمل الحاجه دي ممكن أقول وجعتين كي شيشي وجعتين كي شيشي ممكن في وقت لاحق أجرب الحاجة دي عندي بعد كده كلمة اسمها تشان تشان كلمة تشان لوحدها ممكن تستخدم على إنها مكان تيجي في هيئة اسم بمعنى مكان ولكن تشان هتتوظف معايا إن هي كلمة كمية بتيجي للألعاب والمباريات اي حدث بيكون فيه ناس كتير جدا وبيكون فيه تنظيم كبير بنستخدم معاه كلمه تحا. عندي بعد كده كلمه اسمها زو تيو زو تيو كلمه زو لوحدها معناها القدم وتيو معناها كوره كلمه تيو ممكن تتوظف في كلمات كتير جدا ممكن تبقى وان تيو كره الشبكه فتبقى اللي هي التنس ممكن برضو كلمه الكوره الارضيه اسمها دي تيو لان كلمه تيو لوحدها في حد ذاتها معناها كوره لكن كلمة زوتيو معناها كرة القدم لكن الفعل اللي احنا لازم ناخد بالنا منه ان هي بتيجي مع كلمة زوتيو هو الفعل بتاع الركل اللي هو تي زوتيو ما ينفعش ابدا استخدم الفعل بتاع الضرب لان هو بيجي بالايد ما ينفعش ابدا اقول دع زوتيو لازم اقول تي زوتيو ولكن الفعل بتاع دع درسنا ان هي حاجة بتكون بالايد ممكن تيجي مع كرة السلة وممكن تيجي مع كرة اليد زي دع بحيتيو يلعب كرة الطايره الكلمة اللي بعديها عندي كلمة بي سا بي سع بي سا معناها مباراة كلمة بي لوحديها هي معناها مقارنة أما كلمة سا معناها سباق ممكن بكل سهولة أقول كلمة ساي ساع ساي تشهو ساي يعني سباق و عربية فلما أقولك ساي تشو معناها سباق العربيات عايز استخدم مثلا إن أنا النهاردة هتفرج على مباراة مباراة معينة ممكن أقول ودين تيان يو كان زو تيو بي ساي النهارده انا عايزه اتفرج على مباراه كره القدم يبقى بيسا ممكن تيجي بعد اسم المباراه او اللعبه اللي بتتلعب فتيجي بمعنى كلمه مباراه كذا زي ما اقول صوت تشو بيسا وان مباراه كره القدم ولو قلت وان تشو بيسا تيجي بمعنى مباراه التنس عندي بعد كده فعل اساسي اسمه خويلاي خويلاي اهم حاجه ان الفعل بمعناه يعود ولكن الاساسي ان انا اعرف ان الفعل خواي هو ده اللي بمعنى يعود ولكن لاع هنا هنعرف بعد كده مع بعض ان لاع بتعبر عن اتجاه حدوث الفعل خوي معناها ان يعود ولكن هو بيعود في اتجاه المتحدث لكن انا ممكن بكل صورة الاقي كلمة خوي تشي هعرف ان تشي هنا لما استخدمناها بتعبر عن اتجاه حدوث الفعل معناها ان هو عاد رجع ولكن رجع عكس اتجاه المتحدث وده اللي هندرسه مع بعض بعد كده في الحلقات اللي هنبدا نوضح فيها الفرق ما بين لاع وتشي ان هي بتعبر دايما عن اتجاه حدوث الفعل يبقى أنا أقول لحد ني هوي لاي هوي لاي إنت هترجع إمتى؟ عندي بعد كده كلمة داي داي كلمة داي لو جايلي في هيئة اسم ممكن تيجي بمعنى حزام ولكن داي ممكن تيجي في هيئة فعل أساسي بمعنى يحضر أو يجلب شخص أو شيء ممكن بكل سهولة ممكن تاخدني معاك ني داي ممكن تاخدني معاك ونروح سوا وممكن بكل سهولة أقول لحد نيتاعي الشوقية لما نيتع الشود دي لما هو أنت جبت الموبايل معاك يبقى دا معناها يجلب أو يحضر شخص أو شيء عندي بعد كده كلمة سقان سقان والكلمة الكمية بتاعتها إسمها إيبا ع سان إي با ممكن أقول لحد جبت الشمسية معاك نيتاع ني نيتاع سان لما عندي بعد كده كلمة اسمها كان بين كان بين كان بين كلمة كان لوحدها معناها يرى يشاهد يزور أما بين معناها مرض لكن الصينيين بيحبوا يستخدموا المصطلح ده كله على بعضه كلمة كان بين مش معناها إن هو يشوف الدكتور معناها إن هو بيكشف عند الدكتور فكلمة كان بين معناها زيارة للطبيب معناها إن أنا ممكن بكل سهولة أقول كان إي أو كان دايف إن أنا هروح أزور الطبيب معناها إن أنا هكشف عند الدكتور عندي بعد كده كلمة دع جن دع جن كلمة دع زي ما خدناها قبل كده كتير مع بعض معناها يضرب أما جن لوحدها معناها إبرة ولكن الصينيين جمعوا كلمة دع جن مع بعض معناها حد ياخد حقنة أو يدي حقنة دع جن دع جن عندي بعد كده كلمة لطيفة جدا اسمها تزوي كلمة تزوي هاو معناها الأفضل ممكن أقول تحاشر وتزوي هاو دا هذا <applause> <applause> ده افضل صديق عندي يبقى كلمه صحه هنشوف بعد كده بتتوظف ازاي معانا في الجمل عندي بعد كده كلمه شوشي شوشي كلمه في اللغه الصينيه هو فعل اساسي بمعنى يستريح الصين بيحبوا يكرروا الفعل ده ورا بعض مرتين عشان يعبر على ان الفعل ده بيحصل بشكل سريع وبيحصل بشكل فيه خفيه زي ما اقول ايه نيتشو شوشي أو ممكن أقول من الأفضل إنك ترتاح شوية ني زي سيوسي فهنا أنا بنصحك أو بديك أمر شوية إنك تعمل الحاجة دي آخر كلمة معانا النهاردة وهي اسمها جا هي الورقة نفسها أو الوثيقة نفسها أما تشينغ معناها طلب أجازة طالما عندي تحط كلمة تيو هو ده طلب وحاجة مكتوبة يبقى دي ورقة متقدمة عشان حد هيطلب أجازة لكن ممكن نستخدم كلمة تشينغ تشينجيا لوحديها لما اجي اطلب اجازه ولكن ممكن استخدمها بس بشكل شفهي يبقى تشينجيا لوحديها معناها طلب اجازه لكن تشينجيا تشاو هي عامه كلمه طلب اجازه ولكن بتكون في هيئه حاجه مكتوبه وبكده نكون شفنا كل الكلمات الخاصه بالدرس بتاعنا واوبيغلا لا انا عيان او انا مريض وقدرنا ان احنا نوظف الكلمات بشكل صحيح في جمل بسيطه وجمل سليمه